أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين أينما كنتم، وحلقة جديدة من برنامج وتحلو الحياة. نعم، اليوم سنفتح بابا جديدا. هذا الباب له أهميته وأثره في الواقع المعاش. اليوم الحديث سيكون عن المبادرة. المبادرة بتعريفي الشخصي أنه اليوم عندما ترى مشكلة وتحاول أن تكون سبب في حلها أو تكون جزء بسيط من حلها، ومو أنه باللغة العامية مو أنه أنت تشوف فد شغلة معينة وأنت يعني تضل قاعد، فأنه أنت كيف أنه تساهم أو تحاول أن تساهم في حل هذه المشكلة. النفس الإنسانية كلما اندفعت نحو المبادرة كلما وجدت شعور الراحة والسعادة والطمأنينة، وكلما كان تأثير ذلك يعني تأثير المبادرة على هذه النفس الإنسانية تأثير قوي جدا، بحيث يجعل الإنسان يحب أن يبادر مرة أخرى.